قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تمكنت من اختراق خط الدفاع الأول للقوات الأوكرانية في قطاعات معينة بمنطقة زابوروجيا. وأضافت الوزارة في بيان أن القوات الروسية سيطرت في محور دونيتسك على قرية إدفوريتش، مشيرة إلى أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر بشرية بلغت 50 شخصا بين قتيل وجريح. وأوضحت أنه باتجاه زابوروجيا ونتيجة لعمليات هجومية سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع تعد مكاسب ثمينة. في الجانب الأوكراني أعرب الرئيس فلاديمير زيلينسكي عن أسفه لعدم إرسال الدول الغربية دبابات ثقيلة إلى قواته، بينما دعا مستشار في الرئاسة الدول الحليفة إلى التفكير بشكل أسرع من أجل زيادة الدعم العسكري. يلقي فشل اجتماع قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا بظلاله على مستقبل أوكرانيا من الإمدادات العسكرية، فبعد عدم اتفاق وزراء دفاع الدول الغربية على تسوية الانقسامات بشأن تقديم دبابات قتال ومساعدات عسكرية أخرى لكييف، يصبح الدعم الفردي لكل دولة عنوانا للمرحلة. المسؤولون الأوكرانيون يحاولون بأقصى الجهود إقناع الحلفاء بسرعة إيصال المدد العسكري، حيث أجرى وزير الدفاع الأوكراني نقاشا صريحا مع نظيره الألماني بشأن تزويد بلاده بدبابات ليوبارد الألمانية، فموافقة برلين على إرسالها أمر أساسي سواء اتفق حلفاء أوكرانيا على تسليم الدبابات إلى كييف أم لا. ثمار السعي الأوكراني للحصول على الإمدادات المباشرة جاءت من أمستردام، حيث أعلنت الحكومة الهولندية عن مساعدة أوكرانيا للتزود بأنظمة دفاع جوي، لكنها أوضحت أن ذلك سيتم ضمن مشروع تعاوني مع الولايات المتحدة وألمانيا، كما أعلنت عن تدريب قوات أوكرانية ومنح كييف 100 مركبة بمدافع مضادة للطائرات تم شراؤها من جمهورية التشيك، استجابة لنداء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أكد أن بلاده مضطرة للكفاح من أجل ضمان حصولها على الإمدادات. لا يزال علينا واجب الكفاح من أجل تسلم الدبابات الحديثة، لكننا نوضح كل يوم أنه لا بديل عن اتخاذ قرار بشأن تسليم الدبابات. في الميدان تشتد حدة المواجهة، فقد أكدت الأركان العامة الأوكرانية في بيان لها بأن قواتها صدت 12 هجوما روسيا خلال الساعات الماضية بإقليم دونباس. بيان الجيش الأوكراني قال إن القوات الروسية قصفت عشرات البلدات والقرى على طول الخط الفاصل لترد المقاتلات الأوكرانية بتنفيذ 18 غارة على مواقع للقوات الروسية استهدفت خلالها مواقع لمنظومات الدفاع الجوي وأسقطت طائرتي استطلاع ودمرت مركزا للقيادة والسيطرة ومستودعا للذخيرة. وينضم لنا من كييف مراسلنا اياد استيتية، ومن موسكو مراسلنا سعد خلف. اهلا بكم، ابدا معك اياد. في كييف الجيش الروسي يقول انه كبد القوات الاوكرانية خسائر فادحة في محيط دونيتسك، هل من رواية اوكرانية وكيف يبدو المشهد الميداني هذا اليوم؟ نعم يحيى، مساء الخير. بيان الأركان العامة صادر مساء اليوم قبل نحو ساعة من الآن، كان قد أشار إلى أن إلى حدة العمليات الهجومية من قبل القوات الروسية في المنطقة الشرقية في ثلاثة محاور حددها، هي محور أفديفكا وباخموت، وأيضا أضيف إليه محور جديد وهو محور مقاطعة زاباريجا. هو لم يتكلم عن خسائر لحقت بالقوات الأوكرانية، لكن قال بأن مستوى العمليات الهجومية قد ارتفع، هناك وتيرة عالية من عمليات القصف التي باتت تستهدف هذه المقاطعة. الإدارة العسكرية كانت قد ذكرت اليوم بأن المقاطعة تعرضت خلال اليوم الماضي لقصف روسي عنيف لنحو 166 مرة. أيضا خلال اليومين السابقين سجل رقم قياسي بعدد عمليات القصف من جانب القوات الروسية لهذه المقاطعة 224 مرة. لا تزال القوات الأوكرانية كما يقول البيان متمركزة في العديد من هذه المحاور، هي تصد الهجمات الروسية وخاصة في محور باخموت. إدارة حرس الحدود الأوكرانية اليوم كانت قد أعلنت أن وحداتها المتمركزة على تخوم باخموت قامت بصد مجموعة استطلاع روسية صغيرة كبدتها خسائر. يعني هناك
تقريبا بحسب بيان الأركان العامة لا تزال القوات الأوكرانية تحافظ على كافة خطوطها الدفاعية. لم يكن هناك أي إشارة إلى أن القوات الأوكرانية قد انسحبت من مواقع لها في زاباروجيا أو أي حديث عن أن القوات الروسية قد تقدمت في هذا المحور تحديدا. الإدارات العسكرية المختلفة في المناطق الأوكرانية كانت قد أعلنت إصابة 4 أشخاص في منطقة خرسون، أيضا مقتل 3 مدنيين في مقاطعة دانييتسك وإصابة 4 جراء القصف الروسي، مقتل امرأة في مدينة أو في بلدة هولايبوليا في مقاطعة زاباريجيا إثر القصف الروسي. هناك أيضا العديد من الإصابات جرى في منطقة خاركوف، أيضا 4 إصابات لمدنيين جراء القصف على هذه المنطقة. البيان أكد أيضا أن القوات الأوكرانية خلال هذا اليوم شنت 13 غارة جوية على مختلف مواقع القوات الروسية على طول خط التماس. أيضا هناك كان استهداف لأحد مواقع أنظمة الدفاع الجوي وأيضا مركزا للقيادة والسيطرة. نعم، نتحول إلى موسكو مع سعد خلف. سعد، وزارة الدفاع الروسية قالت إن قواتها سيطرت على مواقع وخطوط اعتبرتها ثمينة جدا، هل من تفاصيل أكثر حول هذا الأمر؟ مساء الخير يحيى. بالفعل اليوم وزارة الدفاع الروسية أصدرت بيانين هامين للغاية، أولهما بالطبع هو التقرير العسكري اليومي فيما يتعلق بتطورات أعمال القتال في إطار العملية العسكرية الجارية الآن في أوكرانيا. أبرز ما جاء في هذا البيان اليوم أن القوات الروسية بالإضافة إلى المحاور الرئيسية التي تركز عملياتها عليها خلال الأشهر الأخيرة، وهي بالطبع محور كراسني ليمان، محور باخموت في دونيتسك، وكذلك محور كوبيانسكي في مقاطعة خاركوف، ذكرت اليوم أنها شنت هجوما مكثفا على محور زاباروجيا، واستطاعت إحداث اختراق وفتح ثغرة في خط الدفاع الأول للقوات الأوكرانية في هذه المنطقة. يعني منذ 3 أو 4 أيام تأتي بعض التقارير، لم تكن ترد على موقع وزارة الدفاع لكنها تقارير عسكرية من الميدان، تقول أن القوات الروسية كثفت هجماتها أيضا في محور زاباروجيا. اليوم البيان الرسمي لوزارة الدفاع ذكر بالفعل أنه شن هجوما مكثفا في هذا الاتجاه، وأنه كبد الجانب الأوكراني عدد كبير من الخسائر هناك. إجمالي ما ذكره بيان وزارة الدفاع فيما يتعلق بتطورات العملية العسكرية، قال بالإضافة بالطبع إلى تدمير أو إلى ما يكرره دائما من تدمير لعدد كبير من الآليات والتقنيات العسكرية الأوكرانية، قال اليوم أبرز ما قاله أنه أسقط مروحية ومقاطرة أوكرانية، لكن كبد الجيش الأوكراني 135 قتيلا في هذا الاتجاه. أما البيان الثاني الهام الذي أصدرته الدفاع الروسي فصدر منذ نحو ساعة تقريبا، وقالت فيه وزارة الدفاع أنها أجرت تدريبات محاكية للدفاع الجوي هنا في مقاطعة موسكو التي تشمل العاصمة موسكو وعدد كبير من المدن التي تحيط بها دائرة كبيرة للغاية. هذا البيان يعني ذكرت فيه وزارة الدفاع أن اللواء الصواريخ التابع لوحدة الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية أجرت هذه التدريبات المحاكية على التصدي لهجوم جوي من الخصم أو من العدو المفترض على منشآت هامة، هكذا وصفتها، منشآت عسكرية وإدارية هامة. ويأتي هذا البيان بعد 3 أيام تحديدا من بدء نشر بعض مواقع التواصل الاجتماعي هنا في روسيا لمقاطع فيديو ظهرت فيها بعض المباني داخل العاصمة روسيا تنصب فوق بعض المضادات الجوية وتحديدا منظومات بانسر للدفاع الجوي هنا. أثار هذا الأمر لغط شديد، سئل دميتري بيسكوف بالأمس عن هذه المسألة رفض التعليق ووجه من يسأل عن هذه المسألة إلى وزارة الدفاع. هذا البيان صدر يبدو ليبرر هذه الأعمال، أي نشر هذه ونصب هذه المنظومات الجوية. أشكرك جزيلا مراسلنا سعد خلف من موسكو، والشكر موصول أيضا لياد ستيتية في كييف.